أم إيهاب ترمي الشيلة وتخبر المسؤولين بأنهم فقدوا الغيرة. من يحكم العراق عملاء الجيرة، أنتم لإيران عملاء أجيرة. الحلبوسي يستغل مستقلة الهيئات، ولمرشحيه يطلق الترشيحات. شريكه الكعبي في التعيينات منبطح للمغانم والمكتسبات. البرلمان يمتنع عن الاجتماع، القوانين ولتشريعات على الطريق الضياع. نوابه ساعين للأطماع، يرجون الفوز يوم الاقتراع. برهم صالح يواصل الاعترافات، سرقنا مئات المليارات. الفساد هو لون السياسات، فشلنا في بناء دولة المؤسسات.